السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو هذا اللي غنحاول نديرو على النهاية ديال الدالة العددية، واللي كيهم الناس ديال التلاميذ ديال الأولى بكالوريا آداب، الأولى بكالوريا علوم، وحتى الناس ديال الثانية بكالوريا آداب أحرار وجميع المستويات الإشهادية، لأنه مشكل في النهاية الدالة العددية. قبل ما نعرفو النهاية ناخد واحد المثال. مثلا إلى عندي اف لي اكس، اف لي اكس مثلا تساوي اكس سيدنان، هذه دالة عددية. إلا خدينا مثلا دابا غناخد إكس غنعطيه مجموعة من القيم. إلا مثلا عطينا الإكس واحد، هاد إكس هذا عوضتو بواحد، غتولي عندي إف لي واحد تساوي واحد أس اتنان تساوي واحد. إلا مثلا غنزيد نطلع، غنعطي الإكس مثلا عشرة، إف غنعوض إكس بعشرة، يعني الصورة ديال عشرة هي عشرة أس اتنان هي مئة. غنزيد نطلع مازال، نعطي الإكس مثلا مئة، إف لمئة، الصورة ديال مئة. ملي كنقولو إف لمئة يعني صورة مئة بالدالة إف تساوي هاد الصورة ديالها فين كتكون، مئة أس اتنان تساوي عشرة آلاف. دونك لاحظوا معايا هنا اش كيوقع، إكس اش وقع ليه من هنا لهنا؟ غادي وكيكبر. دونك باش ما دونك لاحظوا معايا هنا اكس، ها هو هاد اكس هذا كنعوضو هنا بقيم، كنعطيه مجموعة من القيم، وباش ما كيكبر اكس، باش ما كيكبر اكس، هاد اف لي اكس هادي اللي كتساوي اكس اس اتنان اش كتولي؟ دونك اف لي واحد الا كان اكس كيساوي واحد هادي كلها كتساوي واحد، الا كان اكس كيساوي عشرة اف لي اكس اف لي عشرة كتساوي مئة. دونك باش ما كيكبر اكس، باش ما اف لي اكس كتكبر. وفين غادا؟ الا زدنا عطينا قيم وكنكبروا اكس، عطيناه مليون باش ما كنعطيو كنديروا مليون اس اتنان. دونك باش ما اكس كيكبر، باش ما اف لي اكس كتكبر. اذا هنا كنقولوا بان النهايه ديال اف فاش كيكبر اكس كيمشي لفين؟ كيمشي لما لا نهايه. يعني كنقولوا ان يعني كنقولوا ان عندما يؤول إكس إلى ما لا نهاية فإن إف لي إكس تؤول إلى ما لا نهاية. دونك باش ما إكس كيكبر، باش ما إف لي إكس كتكبر. عوض ما نبقاو نكتبو هاد الجملة هادي، كاين واحد الرمز رياضي، النهاية في اللغة الفرنسية هي لا ليميت، كناخدو دوك ثلاث حروف اللولين. دونك لا ليميت، عوض ما نكتبو ديك الجملة كنقولو نهاية الدالة اف عندما يؤول اكس، ملي كنديرو هاد اكس هذا فين غادي؟ يقترب اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، اف لي اكس تؤول إلى ماذا؟ تؤول إلى زائد ما لا نهاية. دونك ملي حنا كيطلبو منا في الدالة في شي تمرين، انا دابا كاين اللي كيفهم هادشي، ولكن ملي كيمشي للتمارين كيقول لي احسب لا ليميت ديال اف لي اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا، كيقول مع راسو واش غنمشي ندير انا هادشي، واش غنعوض اكس بواحد، علاش هذا عوض بواحد، واش انا غنعوض بجوج، ولا واش هذوك الاسئله كاملين كاين الجواب ديالهم، وان ما كنديروش حنا هادشي، هادشي غير باش نفهمو النهايه. اما الا قالوا لي ديريكت حسب النهايه ديال هذا عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه، دونك كتولي عندي زائد كنعوض اكس بزائد ما لا نهايه، وزائد ما لا نهايه اس اتنان هي زائد ما لا نهايه. دونك زائد ما لا نهايه ما كيأثرش فيها الاس، اللي كيأثروا فيها هما الاعداد. اش من اعداد؟ اعداد سالبه، اعداد الموجبه ما كيأثروش فيها. الا عندي مثلا زائد ما لا نهايه ضربتها بجوج كتبقى زائد ما لا نهايه، ضربتها في ثلاثه كتبقى زائد ما لا نهايه، ضربتها في مليون كتبقى زائد ما لا نهايه. شكون اللي كيأثر فيها؟ هو الا ضربتها في شي عدد سالب. الا مثلا ضربتها في ناقص جوج، كما كنعرفوا بان ناقص زائد كيعطيني ناقص، دونك كتولي ناقص ما لا نهايه. هذا هو اللي كيرد فقط الناقص ما لا نهايه. وما ننساوش واحد الحاجه اخرى اللي انا ندخلوهم في النهايه، هو فاش كنضربوا زائد ما لا نهايه في صفر، زائد ما لا نهايه نضربها في صفر، دونك الكثير والكثير كيديروا تساوي صفر، زائد ما لا نهايه في صفر غير موجوده، هو شكل غير محدد. يعني فاش شكل غير محدد،
يعني فاش مثلا انت كتحسب واحد النهايه، واحد النهايه وكتخرج لك مثلا زائد ما نهايه مضروبه في صفر وزائد ما نهايه في صفر شكل غير محدد، هنا كتحبس ما كديرش تساوي صفر، الا درتي صفر راه خطا. ولكن كاش السؤال المطروح هو واش غادي نحبس ملي مثلا كنلقى الشكل غير محدد، واش غنحبس؟ لا، بحال تسد عليك الباب، قلب على شي طريقه اخر باش تحل باش تلقى ديك النهايه. يعني الشكل غير محدد ما كيعنيش ان النهايه غير موجوده، انما هو خصك تقلب على تستعمل تقنيات اخرين باش تحسب هذيك النهايه، وهذا الشيء اللي غنشوفه ان شاء الله. هنا اول حاجه هي نعقلوا عليها هي هذا زائد ما نهايه صفر شكل غير محدد، وماشي غير زائد ما نهايه، حتى ناقص ما لا نهايه. دونك غنديرو بصفه عامه ما لا نهايه، سواء كان زائد ما نهايه ولا ناقص ما لا نهايه. دونك دابا غنمشيو نصغرو اكس، ان الا بغينا نمشيو ناقص ما لا نهايه كنمشيو للاعداد السالبه، كنبقاو نصغرو اكس. يعني مثلا اكس غنخليه واحد، الا عوضت اكس بواحد غتولي اف لي واحد تساوي واحد. الا عطيت مثلا الاكس دابا غادي يكون صغير، الا عطيت الاكس صفر اف لي صفر تساوي شحال؟ صفر قوس اثنان هي صفر. الا عطيت الاكس ناقص واحد، الا عطيت الاكس ناقص واحد، ناقص واحد قوس اثنان. الله يرضي عليكم، ملي كندير واحد العدد قوس اثنان كيكون عدد موجب، وأس اثنان كيعطيكم عدد موجب في مجموعة الأعداد الحقيقية. يعني ما هادي ما يمكنش تقول مثلا كاين اللي كيدير تساوي ناقص واحد أس اثنان وكتساوي ناقص واحد، كديرو ناقص واحد الكل أس اثنان، لأن كنعوض إكس بناقص واحد هي واحد، لأن أس اثنان شناهو هو ناقص واحد في ناقص واحد، وناقص في ناقص كيعطيني زائد. ثم إف لي ناقص جوج، نعوض إكس مثلا ولا نعوضو بشي عدد كاع صغر، نعوضو مثلا بناقص مية. ناقص 100 ناقص 100 الكل اس 2 ناقص عاوتاني اس 2 غيعطينا زائد، و100 اس 2 هي 10000. الى درنا اف لي ناقص 1000 ناقص اس 2 عاوتاني غيعطينا زائد، و1000 اس 2 هي دونك ناقص 1000 اس 2 هي مليون. دونك هنا غادي نحبس باش ما كنعطي الاكس دونك من صفر، باش ما اكس غادي كيصغر، يعني ناقص واحد ناقص واحد صغر من صفر، وناقص 100 صغر من ناقص واحد، باش ما اكس كيصغر. يعني اكس فين غادي؟ ناقص 1000 ناقص مليون فين غادي؟ غادي ناقص مالنا، يعني كنصغرو اكس يقول. دونك دابا عرفنا شنو هي هادي لا ليميت ديال اف لي اكس، ملي اكس كيصغر كيمشي لناقص مالنا، ملي اكس كيمشي لناقص مالنا اف لي اكس اش كيوقع ليها الصورة ديالو؟ هنا واحد، هنا 100000، هنا مليون، واش كتصغر؟ لا كتكبر. فين غادا؟ 100000 مليون مليار غادا زائد ما لا نهاية. دونك اف لي اكس تساوي زائد ما لا نهاية. دونك هنا عاوتاني واش غنبقاو نديرو هاد لي زيتاب هادي باش نحسب؟ الا قال لي احسب الصورة ديال اف لي لا ليميت نهاية الدالة اف عندما يقول اكس ناقص ما لا نهاية. لا، عندي اكس اس 2، علاش عطاتني زائد ما لا نهايه؟ لان اكس اس 2 الى عوضت اكس بناقص ما لا نهايه غتكون عندي ناقص ما لا نهايه اس 2، ناقص ما لا نهايه اس 2 هي ناقص ما لا نهايه مضروبه في ناقص ما لا نهايه، وناقص في ناقص زائد هي زائد ما لا نهايه. كيكون الاس زوجي، يعني مثلا اس 2 اس 4 اس 6 اس 8 ديما الازواج كيعطينا زائد ناقص ما لا نهايه كيعطينا زائد ما لا نهايه. دونك هنا عاوتاني ناقص ما لا نهايه يعني كيأطرو فيه الأعداد السالبة. إذا ضربت مثلا ناقص ما لا نهايه في جوج كيما ضربت زائد ما لا نهايه مغيتغير حتى شي حاجة، كتبقى ناقص ما لا نهايه. إمتى كتغير؟ هو إلا ضربتها مثلا في ناقص جوج، ضربتها في عدد سالب ناقص مع ناقص كيعطيني زائد، وكتعطيني زائد ما لا نهايه. دونك كتعطيني زائد ما لا نهايه. دونك هادو حوايج كلهم كيعاونوني في النهايه. وما ننساوش حتى ناقص ما لا نهايه بحال زائد ما لا نهايه ما كنضربوهاش في الصفر، الا ضربات في الصفر كتعطينا الشكل غير محدد. هنا غناخذ واحد المثال اخر، هو اف لي اكس تساوي واحد على اكس اس 2. نبدا ندير ديك الطريقه حتى هي باش كنستنتجو مجموعه من الخاصيات. ملي مثلا كنعطيو الاكس قيم كنكبرو، مثلا اكس الا كان اكس يساوي واحد، دونك
اف لي واحد اشنو هي؟ كنعوض اكس هنا بواحد، هي واحد على واحد اس اثنان هي واحد، حيت واحد على واحد هي واحد. الى عطيت الاكس مثلا 10، يعني اف لي 10 غادي يمكن نكبر اكس. اف لي 10 غنعوض هنا اكس ب 10، هي واحد على 10 اس اثنان هي واحد على 100، حيت 10 اس اثنان هي 10 في 10 ماشي 10 في 2، حيت كاين اللي كيغلط كيدير 10 في 2، هي 10 في 10 العدد كنضربوه في نفسه عدد المرات اللي عندنا هنا ان. واحد على 100 شنو غتعطينا؟ هي 0 فاصلة، إلا حسبناها بالآلة الحاسبة غنلقاوها 0 فاصلة 0 1. دونك قبل ما نزيد مازال، باش مما كيكبر إكس غير من هنا لهنا، من 1 ل 0 فاصلة 0 1، أش وقع الإف؟ غادو كتنزل فين غادا؟ إلا زدت مثلا، إلا زدنا إف ل 100 غتعطينا 0 فاصلة 0 0 0 1، 0 فاصلة يعني فين كتقرب؟ كتقرب نحو باش تساوي 0، يعني باش مما كيكبر إكس باش ما اف لي اكس كتمشي للصفر. غنقولوا بان نهايه الداله اف لي اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما نهايه كتساوي صفر. اذا عاوتاني ملي كيعطيوني النهايه بحال هذه ما كنمشيش عاوتاني ندير هذه الزطاب هذه، اش كندير؟ هنا غنعوض اكس زائد ما نهايه واحد على زائد ما نهايه، اش كيعطيني؟ بحال قسمت مثلا واحد الخبزه غير الا قسمتها على 200 واحد ولا 300 واحد راه ما غيجيهم والو تقريبا، غيقرب يشد شويه لواحد، يعني باش ما كيكبروا الناس اللي كنقسم عليهم باش ما كيساوي كيقتربوا باش ما يشدوا حتى شي حاجه. دونك يؤول الى الصفر، يعني اي عدد كنقسمو على ما لا نهايه كيعطينا صفر. حتى هي غنزيدوها على داك الشكل غير محدد، ملي كتخرج ليك الانفيني على الانفيني هذا ما كيساويش لانفيني وما كيساويش واحد وما كيساوي حتى حاجه، هو شكل غير محدد. دونك شكل غير محدد، دونك حتى هذا ما كاينش. دونك دابا دوزنا جوج الاشكال المحدد غير محدده، بقاو لنا جوج اخرين حيت هما اربعه، بقاو لنا جوج اخرين باش ما نطولش عليكم نديرهم فيديو اخر ان شاء الله. دونك الى عجبكم دائما الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم باش كلشي يستافد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.